تقول السائلة: فتاة جاءوا إلى الطائف وجلسوا أياما، ثم جاءت الدورة الشهرية وهي في الطائف، ثم جاءهم خبر وفاة قريب لهم في مكة، وجاءوا إلى مكة وتقول عليها الدورة الشهرية وهي في الإحرام، نوت العمرة ولم تحرم، ماذا تفعل؟ هل عليها دم؟ وكيف تقضي العمرة؟ شلون نوت الإحرام ولم تحرم؟ إذا نوت الإحرام صارت محرمة، إذا نوت الدخول في النسك فهي محرمة، تبقى على إحرامها حتى ينقطع عنها الدم، ثم تغتسل، ثم